اسلوب بايدن ممكن ان يختلف بشكل كبير جدا عن ترامب. اعتقد بانه كان اسلوبه خاطئ، وهو يعني اساء الولايات المتحده الامريكيه من خلال اسلوبه في اداره دفه البيت الابيض الامريكي. بايدن سوف يرجع الولايات المتحده الامريكيه الى مكانتها الطبيعيه في احترام القوانين والتشريعات الدوليه، وكذلك الاتفاقيات ما بين الولايات المتحده الامريكيه وباقي الدول. اعتقد هذه الخطوه هي الاساسيه في تقليل الفجوه او يعني ابعاد المنطقه عن مواجهه عسكريه ما بين الولايات المتحده الامريكيه وايران. العلاقه بين واشنطن وطهران ستتغير بتغيير الاداره الامريكيه، الا ان النهج الامريكي والاداره العامه للولايات المتحدة الأمريكية وخططها ستبقى كما هي، إلا أن نتوقع في المستقبل القريب حدوث بعض التغييرات من خلال وجود بايدن في إدارة السلطة الأمريكية، وأن لا نشهد تغيير كبير جداً.